واول حاجه السلام عليكم. الحمد لله دازو هذا الماتش ديال الاولين ديال الشامبيونز ليغ، الحمد لله دازو كما حنا كنا مخططين لهم كما بغينا. لوبجيكتيف ديالنا اننا مشينا واحد الفتره اللي طويله تقريبا 10 ايام على برا اننا كان عندنا اهداف، بالخصوص اننا كان عندنا الماتش الاول اللي كان شويه قاصح وكان صاد، الحمد لله استطعنا اننا نحصلوا على 3 نقاط. كان عندنا الماتش الثاني اللي كان من المفروض نكونوا مستقبلين في مدينه الدار البيضاء، ولكن الظروف اضطرينا اننا نكونوا لاعبين على برا. الحمد لله كنا عازمين وكنا عارفين ان الماتش ما ملعوبش في لافريك اكثر ما يكون ملعوب في الدار البيضاء، حيت الماتش حنا اللي مستقبلين. دخلنا عازمين، كنا عارفين شنو باغيين من الماتش، الحمد لله تاتلينا داك الشيء اللي بغينا وخدينا 3 نقاط اللي الحمد لله خولت لنا اننا نلعبوا هذا الماتش ان شاء الله ديال حريه كنا كريف في مدينه الدار البيضاء امام الجماهير ديالنا اللي غتكون غايبه علينا. نتمنى ان شاء الله نكونوا في الموعد ونكونوا مركزين مزيان. الهدف ديالنا ان شاء الله هو 3 نقاط اللي غادي تخول لنا ان شاء الله التاهل وتخلينا اننا ان شاء الله نركزوا على الماتش اللي غيكون جاي ان شاء الله ديال البطوله.